مباشرة كان هناك تصريح من روسيا بأن روسيا ربما تغير أو تعيد التفكير في تغيير عقيدتها النووية، يعني وكانه رد من روسيا على كوريا الجنوبية، يعني لذلك تحدثت عن هذا أنها دولة تملك أكبر يعني سلة من الأسلحة النووية في العالم ومن الممكن استخدامها، وهي الآن تتحدث عن مراجعة العقيدة النووية لديها. أعتقد أن موضوع مراجعة أو تغيير العقيدة النووية الروسية هو مرتبط بالتغيرات من الموقف الأوروبي والأمريكي من تسليح أوكرانيا. نعلم أن العقيدة الروسية معتمدة على حدود ثابتة، وهي أهمها التأثير أو الخطورة على وجود الكيان الروسي ووجود الدولة الروسية. أعتقد أن تخوف روسيا من أن التزويد أوكرانيا بالأسلحة وإزالة شروط استخدام الأسلحة فقط ضمن الأراضي الأوكرانية، هذا يعني أن أوكرانيا يمكن أن تستهدف مواقع كثيرة داخل العمق الروسي، وهناك يعني توقعات بأن تصل طائرات الـ F-16 أيضا في هذا الصيف، لذلك هناك أيضا تخوف من قيام بقصف مطارات وبشكل مكثف. هي طبعا أوكرانيا تقوم بالقصف المطارات أو بمحطات تكرير النفط والمستودعات النفطية، ولكن تقوم قصفها بطائرات مسيرة صغيرة. سيختلف الأمر عندما تقوم طائرات F-16 أو حتى هذه الطائرات ليس بالقصف فقط وإنما بإسقاط طائرات استراتيجية روسية في الأجواء الروسية. ولذلك يمكن أن تكون روسيا تقوم بتغيير العقيدة النووية بحيث أن أي هجوم أوكراني تدخل بند بأن أي هجوم داخل الأراضي الروسية هجوم كبير أو استراتيجي يمكن أن ترد عليه بأسلحة نووية. هذا من جهة. من جهة أخرى سمعنا كثيرا حول الأسلحة النووية منذ بداية الحرب وخاصة على لسان ديمتري ميدفيديف، لكن هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها بوتين عن تغيير في العقيدة النووية الروسية. هذا كما قلت يعتمد أعتقد أنه على إزالة أو ردا على إزالة الغرب بحظر استخدام الأسلحة الغربية في العمق الروسي، لذلك هذا أيضا ممكن أن ندرجه ضمن بند الابتزاز النووي الروسي للدول الغربية وحلف الناتو وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أنا أريد أن أناقش شيئين خاصين بالشعب الأوكراني، بداية من الموقف الروسي من الهجوم على منشآت الطاقة الخاصة بأوكرانيا طيلة الأسابيع الماضية، حتى أن منشآت الطاقة أو شركة الطاقة الأوكرانية أخبرت الأوكرانيين بأن في الشتاء ربما يكون قطع الكهرباء من 10 ساعات يوميا إلى 12 ساعة يوميا. برأيك هل المعاقبة المباشرة للشعب الأوكراني قد تغير مزاجية الشعب الأوكراني في التعامل مع هذه الحرب؟ حقيقة هذا ما تعمل عليه روسيا سواء في المعارك التي تقوم بها أو القصف وسواء بالفضاء الإعلامي، ونعلم جميعا أن المؤسسة الإعلامية الروسية الموروثة عن المؤسسة الإعلامية السوفيتية كبيرة جدا وقوية وتصل إلى أماكن كبيرة جدا وبلغات مختلفة. هذا أيضا نقول أن هذا القصف الممنهج لمحطات الطاقة الروسية هو ضد ما تروج له روسيا أيضا أنها تقصف فقط المنشآت العسكرية والمستودعات العسكرية، وهذا ما كنا نقوله دائما، لا روسيا تقصف المدن والمجمعات السكنية، تقصف محطات الطاقة هو عبارة عن ورقة للضغط على الشعب الأوكراني وعلى التماسك النسيج الأوكراني، وخاصة وهذا مرتبط أو دعنا نربطه بما صرح به بوتين حول شرعية الرئيس الأوكراني بانتهاء مدة الرئاسية، ومتغاضيا على أن الحكومة الأوكرانية في حالة طوارئ وبالتالي لا يمكن إجراء أي انتخابات في حالة الطوارئ وفق الدستور الأوكراني. لذلك هذه أيضا قصف المنشآت الطاقة محاولة أخرى
لتركيع الشعب الأوكراني، وهذا ما رأيناه أيضا في العام الماضي في شتاء 22-23، كان قصف بشكل كبير وممنهج جدا. ومن هنا كانت مطالبة الحكومة الأوكرانية بالإسراع بتزويد المزيد من وحدات الدفاع الجوي لتخفيف قصف هذه المنشآت الحيوية، وهذا من جهة. من جهة أخرى تعتمد روسيا أيضا على قصف هذه المنشآت لتعطيل حركة القطارات، هناك مجموعة كبيرة من قسم كبير من القطارات تعمل على الكهرباء، لتعطيل حركة النقل سواء المدنية أو العسكرية، لتعطيل الصناعات أيضا المدنية والعسكرية. فهذا مجملا يمكن أن بنظر روسيا يمكن أن يؤثر على سير الحرب. وقد رأينا سابقا من تجارب سابقة من قصف هذه المحطات الطاقة أو المنشآت الحيوية للبنية التحتية، كلها يرتبط بتعثر الروسي على الجبهة. بعد الفشل الروسي على جبهة خاركوف منذ أسابيع، انتقلت روسيا مباشرة بعد هذا الفشل إلى قصف المنشآت الطاقة. هي دائما نعلم عندما يكون، أو عودتنا روسيا عندما يكون قصف لمنشآت الطاقة، إذا هناك تعثر في الجبهات وعدم حصول تقدمات استراتيجية في الجبهات.